صباح الخير واهلا بكل السادة المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشة الثانية. يوم جديد بيبدأ مع حضراتكم ومصر جميلة. صباح الخير يا نهلة. صباح النور يا هند وصباح الخير على كل مشاهدينا. ان شاء الله يوم جديد سعيد علينا وعلى حضراتكم. النهاردة معانا فقرات منوعة نتمنى انها تنال اعجابكم. هنتكلم النهاردة عن المرأة، سواء المرأة الممثلة او المرأة في كل قطاعات المجتمع. هيكون معانا فقرة مهمة عن المرأة في دمياط، لانه دمياط مدينة او محافظة مميزة جدا، هي محافظة بلا بطالة، عاوزينها تكون مثل لكل محافظات الجمهورية. يا ترى ايه دور المرأة في دمياط؟ وهل المرأة بتمتهن مهن معينة؟ وازاي المرأة دمياطية بتربي ابنائها على انهم يكونوا كلهم ليهم فرصة عمل الى جانب التعليم، علشان يكونوا شغيلة وعلشان يطلعوا لنا احلى اثاث واحلى حلويات واحلى جبنة، كل دي من دمياط. هنتكلم النهارده مع الأستاذة منى الحسيني، عضو المجلس القومي للمرأة بدمياط، وهتكلمنا عن هذه المدينة العظيمة اللي بلا بطل. الحقيقة نهلة، أنا شايفة انه مهم جدا انه الانسان الى جانب دراسته يبقى عنده مهنه. صحيح، يعني زي ما انت بتقولي كده، في دمياط ناس كتيره من اهل دمياط بيمتهنوا مهن مختلفه بتقدر ان هي توفر لهم فرص عمل يعني متميزه، طبعا الى جانب ان هم بيوصلوا لدرجات متميزه من التعليم، ولكن اللي معاه مهنه في ايده يقدر ان هو يعمل اي حاجه في اي وقت، وده طبعا قيمه مضافه للشخص بالاضافه لسكه التعليم. فطبعا كل التحية والاحترام لأهالي دمياط اللي شغالين واللي عندهم مفيش ولا أي نسبة بطالة في المجتمع الدمياطي. الفقرة الثانية فقرة أبيض وأسود، ودي من الفقرات المحببة دايما لينا يوم الحد. والنهاردة يعني كنا بنتكلم قبل كده عن أبناء المشاهير، النهاردة بنتكلم على أطفال السينما المصرية واللي كان عندهم فرص متميزة من خلال تواجدهم في التلفزيون المصري وصقل المواهب المختلفة بالنسبة لهم ان هم يشتركوا في عدد كبير من الأعمال الدرامية المميزة. النهاردة هيكون معانا ميرفت العايدي، وكانت من أطفال السينما المصرية اللي قدمت العديد من الأعمال المتميزة. أعتقد لما تشوفوها معانا هتفتكروها وهتعرفوا انها كانت جميلة جدا وهي صغيرة وما زالت جميلة لغاية دلوقتي. هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم. ومصر دايما جميلة. عالم الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، كبير أطباء جراحة التجميل، استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة. عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية.